تمكن لبنان من احتواء التفجير الإرهابي في برج البراجنة، ونجحت السلطات الأمنية في اعتقال الشبكة التي خططت ونفذت الهجوم. وترافق هذا الإنجاز الأمني مع انفراج سياسي عبرت عنه مواقف الأحزاب والتيارات التي دعت إلى تسوية سياسية تضع حدا للفراغ الدستوري. برغم قساوة العمل الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في برج البراجنة، إلا أن نمط التعاطي الأمني والسياسي مع هذه الجريمة ساهم في احتواء آثارها. في الأمن يسجل للأجهزة الأمنية الإنجاز النوعي والسريع في تفكيك الشبكة الإرهابية التي تقف وراء الاعتداء المزدوج، أجهزة كانت على مستوى التحدي برغم حالة الانكشاف السياسي. الحقيقة أن الجهد الأمني لم يتوقف لا قبل انفجار الضاحية ولا بعد انفجار الضاحية. الجهد الأمني مستمر منذ سنوات، الأجهزة الأمنية تقوم بدورة، كذلك الأجهزة العسكرية يعني تقوم بدورة على الحدود، وبالتالي هذا الجهد منع الكثير من العمليات التي كان يفترض أن تتم من خلال الخلايا النائمة، من خلال التسرب والتهريب الإرهابيين عبر الحدود من سوريا. ولذلك هذا الجهد يعني تعرفون أنه الانفجارات توقفت نحو سنة ونصف تقريبا، ولكن الآن العمليات التي تجري وهي العمليات الانتحارية هي نوع من القدر، يعني لا يسأل إلا اللطف فيه، لأن من يريد أن يقتل نفسه أو ينتحر لا أحد يستطيع أن يمنعه. نعم الأجهزة الأمنية تستطيع أن تحد من خلال هذه العمليات، من خلال ضبط هذه الخلايا وضبط الحدود أكثر. أما على الصعيد السياسي فالدم الذي سقط في التفجيرين خلق عاصفة من التضامن الوطني، تضامن ينتظر إطالة أمده والبناء عليه سياسيا في ظل استئناف جلسات الحوار الوطني. كل الساحة اللبنانية بدأت تستشعر بالخطر، ليس هنالك من مانع أن يحصل في طرابلس أو في صيدا أو في أي مكان في لبنان ما حصل في الضاحية الجنوبية، لأن الإرهاب ليس له لا طائفة ولا دين ولا 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 إلى آخره. الإرهاب يحاول أن يبني لنفسه منظومة محددة تعادي كل الأطراف، تعادي كل الأطراف، وهي الآن تعادي العالم كله. فلذلك أقول نعم اللبنانيون جميعا أو بغالبيتهم العظمى أقول يستشعرون بالخطر الآن. رسائل إيجابية سياسية تتطاير في الأجواء اللبنانية، وجهد غير مسبوق للأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب المتأتي عبر الحدود، خطوات تؤكد استشعار جميع القوى السياسية في لبنان بخطورة المرحلة. من بيروت، نور أخضر، تلفزيون الكوت.